مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج أشنو ناكلو في رمضان. فالحقيقة خلينا لكم عصير الليمون اللي بيه كتزين طابلة ديال الفطور في رمضان وبيه كينتعشوا الناس في هذا الصهد والحرارة. وبالرغم من الارتفاع ديالو شوية في الثمن إلا أنه عنده إقبال كبير في هذا الشهر الفاضل. دابا بنادم كيصوم خاصو فيتامين سي باش يكون نشيط، والليمون مادة حيوية وضروري حنايا في الفطور خص ضروري يكون عواصير وهداك الشيء. الثمن مناسب على هذا السوق هذا وكلشي كيجي يشري. مول عصيرة الليمون كيحاول دائما يخلي الماكينة والماتيريال باش كيعصر الليمون تكون نقية وهكا كيكسب الثقة ديال الكليان ويتقداو عنده. عندنا ماكينة من صنع ألمانيا ولا مارك مزيانة، وخاص غير الإنسان يكون هو اللي كان مادام أصلا هو متبع النقاء والنظافة غياخذ من عنده جميع الناس ياخذ من عنده ليمون مزيان. وهذه مدة ديال 4 سنوات وحنا كنستعملوه ماشي أول مرة هذه. بطبيعة الحال في شهر رمضان الكريم كيكون كاع الفواكه كيكون على الإقبال، ولكن خصوصا الليمون حيت فيه فيتامين سي وجميع المكونات ديال في شهر رمضان كيكونوا بنادم كياخذ عليهم إقبال بزاف. إيوا العصير بشتى أنواعه مهم في شهر رمضان خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة. رمضان كريم وصيامكم مقبول. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.